لحد الأدنى الأجور رفعناه، نزيد نرفعه إن شاء الله. أنا نلتزم برفع آخر للأجور للمرتبات، 1000 دينار ما يدفعش ضرائب ولا الرسوم. ما اللي نرفع له المرتب تاعه إلى 50,000 60,000 دينار يدفع الضريبة تاعه، ولكن في الدوق الحالي ما يخلص. لحد الأدنى الأجور رفعناه، نزيد نرفعه إن شاء الله. لما كل هذه السياسة اللي نصرت فيها أمامكم جزئيا تعطي النتيجة نتاعها في الميدان، في الضرائب، في الحسابات الوطنية، لا كونتابيليتي ناسيونال، أنا نلتزم برفع آخر للأجور للمرتبات. و